السلام عليكم خوتي، هاني كلشي مزيان. هما حلقة جديدة ديال الدوكا سي 50 لمولات البيالة الطويلة. بقينا بعدا غادي نجربو ليها واش غادي يركب ليها سيلندر ولا لا، حيت غادي نركبو ليها سيلندر طويل وغادي نشوفو واش بصح سونديس ولا خاصو يدير ليها بيستون قصير. دابا حنا غادي نجربوها. القياس لي غنديرو ليها هو ديال الصانع، بلاطو 36 بيني 14، ما هي شك تهرب مالك؟ ها؟ شك تهرب؟ هذاك هذاك الاز ديال الصانع اللي فيه التيربو، لا اساس راه 110، هذا الكيس ديال الكلاس. قوم معنا نشوفو السيلندر واش غيركب ولا لا. السلسلة راه فيها غليظة، إلا بغيت تركب تركب ليها بلاطو بينيو كبار، ماشي هادوك الرقاق لي كيخرجو في سي 50. هاهي الخوش، هاهي كندير ليها البيسطون لي محفور، هاهي كيما كتشوفو معنا البيسطون لي كنركب أنا هو محفور بلاصة لي صوباباش ديال الروش. هذا بقاو معايا نجمعو ليها المحرك ديالها. هكذا هو هذا شكل اش كدير، هدي اربعطاش، بلاطو 36، هذاك الاخر 37 راه غيعطي ديبار، لو طرا الله يجيب راه يبدا الموطور يغوش. مازال 14 و 36 مزيان. هاهي الخوت، هاهي الخوت شوفو عاود نكملوها. هاهو سيلا كلاس دوريجين ديال الصانية، سيلندر الصانية، بلاطو ديال الصانية من اللور، بلاطو دوريجين ديال الصانية. نوريكم التوب سبيد ديالها شحال غادي تشد، تروازيام أولا دوزيام.